طاقتك لهذه القراءة، طاقة الحبيب، مشاعرك، مشاعر الحبيب، نوايا الحبيب، خطوته القادمة، مصير العلاقة، وهذه نصيحة لهذه القراءة. برج العذراء. الطاقة العامة لك برج العذراء هي طاقة استقرار مادي وعائلي وعملي. ترى الحبيب أيضا أنه مستقر في عمله ونجاحاته أيضا، فأنتم في هذا الأسبوع مركزين على الناحية العملية أكثر من الناحية العاطفية، أو أنك تراه أيضا، هناك احتمال أنك تراه في علاقة ثلاثية. هذا ما تراه، أما هو متعب وقلوق ولا ينام الليل لشيء ما يؤرق مضجعه. هو أراه على الأغلب أراه متباعد. فلنرى. طاقاتك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس وحتى نهاية الشهر هي طاقة تشويش وعدم وضوح للرؤية، فأنت لا ترى الأشياء بوضوح ولا ترى الحل الصحيح بوضوح، وأنت محتار بين خيارين أو اتجاهين مختلفين، أو أنك عملت بلوك للحبيب وأنت قطعت معه بالكلام ولا تحاول أن تكلمه مرة أخرى، وأنت تحاول أن توازن، تحافظ على توازنك النفسي لأنك تشعر بشيء ما هزك في الداخل. مشاعر أو طاقة الحبيب، وبالمناسبة هذه الأبراج، برج العذراء، برج الميزان، برج الثور. العذراء والميزان والثور والحمل. طاقة الحبيب هي طاقة استقرار مادي، فهو مهتم بنجاحه العملي ومستقل بحياته، وهو يشعر بأنك قد تخليت عنه وبأنك لست بحاجة له بعد الآن، فهو حزين لغيابك وتباعدك عنه، لكنه لا يعبر عن هذا، فهو بطبعه إنسان هادئ لا يحب الكلام ولا يعبر عن حبه بأشياء بكلام، لكنه يعبر عن حبه بأشياء مادية. مشاعرك. أنا أرى بأنك في هذه الفترة هو تفكيرك بشكل عقلاني بحت، ولا تفكر بعواطفك، بل تعطي لروحك الداخلية والحاسة السادسة وعقلك الدور الأكبر، فأنت قد مررت بوقت تعب وتريد الآن الراحة والاستشفاء. يبدو أنك تعبت من الصراعات، فأنت تشعر بأنك بحاجة إلى شحن طاقتك ثانية وإلى الاستشفاء، وهناك أيضا تواصل روحي فقط مع هذا الحبيب، وتحاول أن تخرج من الألم الذي سببه لك، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عنه وعن كل من حولك أيضا لاستعادة نشاطك وقوتك من جديد. أنا أرى في هذه العلاقة أنه يوجد تباعد، طاقة الحبيب وطاقة الرجل المعلق. يشعر بأنه معلق بهذه العلاقة ولا يستطيع النسيان وتركها بسهولة، يريد إعطائها أيضا فرصة أخرى أو وقت كافي، فهو يعتمد على الله في حل مشاكله لأنه شخص صبور ولا يريد أن يخسرك. نوايا الحبيب. هو ينوي أن يدافع عن نفسه، ومحاولة إقناعك بأنك تسرعت أو أنك ظلمته أو بأنه لم يقصد الإهانة أو الكلام القاسي أو أي شيء قام به، بأنه لم يقصد ذلك، أي أنه سيحاول بشتى الوسائل لكي يدافع عن نفسه ويبذل المجهود حتى يعيد معك هذه العلاقة من جديد.
فإذا كان حبيب هذا البرج هو من يسمعني، فأنصحك بالابتعاد عنه قليلا حتى يستطيع أن يعيد لغة حتى تستطيع أن تعيد لغة الحوار بينكما من جديد، فهو بحاجة للاستشفاء ونسيان ما حصل. خطوته القادمة هي الستة نقود. خطوته القادمة هو ينوي أن يكون معك كريم ويعطيك بعض المال أو يقدم لك هدية لاسترضائك، وسيحاول أن يكون معك عادل ويريد التوازن بينكما، يريد أن يعمل توازن بينكما واتفاق بالعدل والحكمة. مصير هذه العلاقة، هذه العلاقة ستبقى بهذه الفترة معلقة وستأخذ بعض الوقت لكي يحصل الاستشفاء، وأنا أرى أنها ستعود قريبا، فهذا الشخص سيظل يراقبك من بعيد ويستعلم عن أخبارك من أشخاص أو عن طريق السوشيال ميديا، مع الانتظار لأخذ خطوة جادة وإعادة العلاقة ثانية لاحقا، فهو متمسك بك ولن يتخلى عنك أبدا. نصيحة لهذه القراءة، تنصحك هذه البطاقة بأن تطلب المشورة من شخص حكيم كبير في السن، أو ليس بالضرورة أن يكون كبير في السن، بل أنه يجب أن يكون رجل حكيم واعي ينصحك ويقدم لك المشورة، وشخص أن تثق به، ممكن أن يكون والدك، ممكن أن يكون معلمك، ممكن أن يكون أي شخص ذو مكانة دينية تثق به، فأنت بحاجة إلى ذلك. شكرا لكم على المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.